جلس أيمن البطاشي أمام كمبيوتره ينظر إلى جدول أعماله ليوم الغد. قدم على 3 وظائف يحبها، وسيذهب إلى مراكز كل من تلك الوظائف ليحضر المقابلة. أول مقابلة ستكون في مؤسسة الفيزياء المتقدمة، والثانية بمؤسسة الآداب والفنون الراقية، والثالثة في شركة اللغات المتطورة. لقد كان أيمن عالما في فيزياء الكم ومتقدما فيها. جلس أمام السبورة الإلكترونية ينظر في نظريته الجديدة عن ديناميكية اللونية الكمية Quantum Chromodynamics. وفي أثناء تفحص للمعادلات اللي كتبها في ورقة علمية نشرها في مجلة نيتشر، كان يعزف الكمانجا، فهو يحب العزف عليها لأن تعطيه الشعور بالثقة، خصوصا أنه أحبها في الصغر حينما علم أن أينشتاين كان يعزف على نفس الآلة. بعد أن انتهى من التحضير لمقابلتين، قضى وقت المتبقي قبل النوم في ترجمة نصوص صعبة بالصينية إلى عدة لغات، العربية والإنجليزية والإسبانية والروسية، وحاول أيضا أن يترجمها إلى اللغة الأيسلندية اللي تعلمها مؤخرا، ولكن وجد أن تعلمها صعب جدا. ظهرت له فتاة صغيرة الحجم هولوغرامية متعلقة في الهواء فوق ساعة المنبه، داعبته بلطف ليفيق من سباته العميق. لقد حان موعد المقابلات يا سيدي، وضحكت باستحياء. أفاق أيمن وتوجه للحمام. مرايتي مرايتي في الحمام، هل صحتي على ما يرام؟ بعد تحليل بسيط ظهرت له الأرقام على الشاشة، فأكمل: ليس لدي الوقت لتحليل الأرقام، ما النتيجة النهائية؟ تحدث وفمه مزبد بمعجون الأسنان. كل شيء على ما يرام يا سيدي، أجابته المرايا الذكية. ارتدى أيمن ملابسه بسرعة وانطلق إلى محطة القطار الماغليف الذي يرتفع فوق سطح السكة الحديدية بالمغنطة. صعد إلى القطار وجلس بين الناس. سحب كتابه الإلكتروني للقراءة بينما كان الجميع مشغول في اللعب باستخدام الواقع المعزز على الهاتف وقراءة رسائل الأصدقاء وسماع الموسيقى وغيرها من الملهيات، ولكن أيمن كان مقتنعا بأن الكتاب أهم. لقد أصبحت الحياة كلها لعب ولهو، لا وجود للجدية. لقد نسي الإنسان هدفه في الحياة بعد أن أصبحت الآلة تقوم بجميع الوظائف نيابة عنه. دخل أيمن إلى مبنى مؤسسة الفيزياء المتقدمة وانتظر إلى حين موعد المقابلة. دخل إلى قاعة الاجتماعات وجلس أمام روبوت بذكاء اصطناعي وسلم عليه. نظر إليه الروبوت وطلب منه أن يقدم ما لديه. فقضى أيمن ساعة كاملة وهو يشرح، والروبوت يستمع بتركيز تام، وبين الحين والآخر يسأله سؤالا ليختبره. وبعد أن عرض أيمن نظرياته، توقف الروبوت الذي يمثل دور الإنسان المفكر ووضع يده على حنكه وفكر للحظة قصيرة، فقال له بصوت مطمئن جازم: بحسب الاحتمالات فإن فرصة أن تكون أفضل من الذكاء الاصطناعي في الفيزياء منخفضة، ولذا نعتذر عن قبولك في المؤسسة. خرج أيمن وهو حزين نوعا ما، مع شعوره بالأمل في أنه سيحصل على الوظائف الأخرى، فقد بقيت له مؤسستين: الفنون الراقية واللغات. فصحيح أنه يحب الفيزياء أكثر، إلا أنه أيضا يحب العزف والترجمة، وكان ما يحبه أكثر هو العمل بحد ذاته، بحثا عن ذاته وإشباعا لرغباته. دخل إلى قاعة المقابلة بمؤسسة الآداب والفنون الراقية. لقد بنيت بطريقة علمية لكي تعكس صوت الموسيقى إلى حيث يجلس الجمهور. عزف أيمن أمام جمهور مكون من روبوت مختبر واحد. لم يكن الصوت الذي يستمع له أحمد
كصوت الكمنجة وهو يعزف في المنزل. لقد أغرقت القاعة الملتوية الجدران أذنيه بصوت جميل جارف للأحاسيس. أغلق عينيه واندمج مع عزفه الشخصي. وإذا به يتوقف بعد أن ربت الروبوت على كتفه ليوقظه. سيدي أيمن، أعتذر منك، ولكن بحسب المعلومات المتوفرة فإن البشر يفضلون سماع موسيقى ألفها الذكاء الاصطناعي، رغم أن مقطوعتك في غاية الجمال. خرج أيمن منحني الظهر، ينظر إلى الأرض ويمشي ببطء ويعيد شريط المقابلة. لقد بقيت المقابلة الأخيرة، فهل يقبل؟ وصل إلى شركة اللغات المتطورة ودخل إليها. لقد كانت الشركة اختياره الأخير، حيث أنها لم ترتقي لمستوى المؤسسات الأخرى. رحب به الروبوت وتحدث معه باللغة الصينية مباشرة. يبدو أن الروبوت بدأ بالمقابلة. تمشى كلاهما في الممرات الضيقة، حيث لم تكن هناك حاجة لقاعات اجتماعات في شركة ترجمة، فكل التراجم أوتوماتيكية وروتينية. قلب الروبوت الحديث بين اللغات بسرعة ليختبر بديهية أيمن، واستجاب أيمن بنفس السرعة المطلوبة واسترد شعوره بالثقة، خصوصا أن أضواء الروبوت التي كانت تشتعل مكان الفم كانت تظهر ابتسامة، ولكن هذه الابتسامة كانت مجرد مظهر خارجي لروبوت لا مشاعر له ولا حس. لقد وصل إلى الباب مرة أخرى. انتبه أيمن لذلك، يبدو أن مخاوفه تحققت. فكلمه الروبوت عند باب الخروج: سيدي الفاضل، الموارد المتوفرة لا تسمح لنا بتوظيف البشر كبدائل للذكاء الاصطناعي المترجم، رغم أنك مترجم ممتاز وتوازي الذكاء الاصطناعي بقدراتك. نعتذر منك. خرج أيمن منكسرا مطأطئا رأسه. لقد كانت تلك آخر وظيفة على قائمته. أيمن كان آخر إنسان على وجه الكرة الأرضية يبحث عن وظيفة. لقد كان أيمن آخر إنسان يبحث عن هدف للحياة.